بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكيفاش عندي شي تساؤلات اللي كانوا جاوني، راني سجلتهم في هاد الورقة هذه، يعني منهم جلابة كاب للكبيرات، وجلابة كاب للصغيرات، جلابة غندورة للصغيرات، جلابة جبلية للصغيرات، جلابة بالخراب سراويل. المهم غنحاول نعطي واحد الخلاصة في الصبورة، رايتها ما نشوف كيفاش نديرو باش نخدموها، إلا كان ممكن إلا تيسرت الوقت نخدموها حتى على القماش ولماذا لا. على العموم باش نكونوا نخدموا لهاد الجهة، دابا نشوف الصبورة فين تخدم. الو، غادي نبداو بجلابة كاب. جلابة كاب، وهذا جلابة كاب اللي كدار دابا، كدار نص طوق. غادي نشدو الثوب نطويو على أربعة. هنا غالبا تتكون عندك الثوب ديالنا فيه 75 طول، على حسب الطول اللي بغيتي، مثلا 136 كتضيفي عليها جوج سنتيم هنا بلا ما ديري 8 سنتيم في الأطفال، لأنه في الكلوش غادي تعذبك. وغادي نزيدك واحد المعلومة أخرى اللي غادي تقدر تولي دونك يعني هذيك الكفافة غتجي أصعب. غادي نعتبر الصدر ديالي صدر زائد واحد اللي كنخدم به، خط التركيز، خط الحزام، خط الحوض. هادي كنخدم جلابتي عادية، دونك هنا خدام بكل الباترون دو باز اللي ما فيه كنخدمو به. الجهة مسدودة تاع التوب هي هادي، تندير التقويرة، ندير الكتاف، ندير التقويرة ديال التركيز، صيغي بجوج الحوض ديالي. دونك هنا الحوض زائد واحد كنكتب وتنهضر، الا ما كتبانش الكتابه راني كنتكلم، يعني كنقول الحوض زائد واحد من هنا لهنا، حوض زائد واحد، حوض زائد واحد. حسبته الجلايل مثلا جلابتنا ولا هذا الباترون هذا درنا فيه حنا 38، دونك غادي نحبسوا هنايا، حنا خدامين غير في الجلابه ولا القفطان هذا بالطول هذا. بغينا نردوها كاب، جلابه كاب، باقي هنا الثوب مطوي على أربعة، كنضيف من هنا لهنا 8 سنتيم، يعني في خط التركيز 8، نتمنى تكون واصلة. كنجي للأسفل، هنا هو اللي غادي نقدر نتحكم فيه، ندير فيه 50 تاع الجلايل، ندير فيه 60، 56، 70، على حسب الفورمة اللي بغيتي نتيا. بالنسبة للجلابة كنصحك ما تفوش هذيك 56، يعني إلا درتي فيها 50 زائد 6 ولا المهم من 50 حتى 56 تكون مزيان. كنلاقيو هذه بمسطرة مستقيمة، يعني أنا راه العرض ديال الحوض ديالي راه حتى هو تزاد، ما كاين لاش نهتم به وما كاين لاش نعطي أهمية. كنجيو للكتف هنا كنطلع بسنتيم البنات، يعني بحال إلا نزلتي في لاباز بثلاثة، دونك كطلعي هنا بسنتيم. لاقي هذا الكتف ديالك، صوبي هادو بهاد الشكل. نجي نناقشو هاد 8 سنتيم، هاد 8 ماشي قاعدة قارة، 8 الدراع متوسط، 6 إلا كان الدراع ضعيف، وممكن على حسب ليزونس والترويح وهذا ممكن تخدمي ب 6 سنتيم، وبالنسبة للدراع القوية ولا الممتلئ تخدمي بثمانية ولا بتسعودة ولا بعشرة، يعني هنا كتبقى حتى على حركة السيدة كيفاش بغات وكيفاش كتحرك فيها. نجيو المسألة ديال الفتحة، الفتحة واش بغيناها في الجناب، دونك يعني في هذا الكوطي هذا، كنجيو لخط الحزام، خلي منه 13 الفوق، خلي 13 لتحت، هنايا كتخدمي الفتحة ديالك، هاي درتها بأزرق. خط الحزام ديري 13 للفوق 13 للتحت، كتولي كتحركي بأريحية، يعني في هذا في الجناب. كاين اللي كيحسب في التركيز، المهم هي هذه ديال الفتحة ما نقدرش نعطي فيها بأنه راه كاين هذه القاعدة هذه هي اللي خصني نخدم بها، إنما نقدر نقول لكم بحال اللي كتبغيها في الوسط ديال الأمام، كنجي على خط الكتف ونسطر. هنا كتكون حركية من ورا خط الكتف، ندخل هنا بواحد 4 سنتيم ولا 6، نقدر نخدمها على خط الصدر، يعني اللي كان عندي هنا تيبقاو بزاف ديال الاستعمال هو اللي كيلعب فيها الضوء. شنو غنشد تحت هذا التركيز؟ خليو 6 سنتيم والما باقي فتحوه حتى تلقاو 26 في الفتحة ديالكم، وتيبقى ممكن هنا نزيد لصاحبة الديرة ندير لها غير 3 ولا 4، ممكن المهم 26 تاهي، ممكن نردها 30 على حسب الاستعمال.
تقوير هذا الامام نديروا بها تسعود، يعني انا راه درنا 8 على 2 هنا ندير على تسعود، افتتاحه ديال السطوق قبل من المهم كنفتح الا بغيتها مفتوحه بالعقاد والخدمه ديالها تنفتح حتى كتبقى لي واحد 4 سنتيم حتى 6 لخط الحزام، دونك كتكون بحال حسبتي من الفوق لهنا 36 38 حتى 40 هي اللي كتكون. الجنيحه من طبيعه الحال غادي نشدها من الكتف هنايا سطر خط ونشوف مع هذا بالسنتيم شحال جاني فيه ونقدو من هنا مع الوسط، يعني راني جنحت امام وخلف. بالنسبه للقبره معروف، بالنسبه للبنيه صغيره هنا غادي نهضروا على هذا الدرع هذا ديال البنيه الصغيره، يعني الا بغينا لهاد لا شوميز هاد اللبسه هادي اضافه اللي ضفناها هنا 8 سنتيم، بنيه صغيره نزيدوا ليها 6 سنتيم 5 سنتيم راه تكفيها، 5 6 راه كافيه البنيه الصغيره. الجلايل تيبقاو حتى هما على حسب، يعني نقدروا نديروا لها 46 40 راه تجيها مزيانه وما ديروهاش ليها طويله بالنسبه للبنيه الصغيره. الافتتاحه ديال هادي غادي تولي بنفس القواعد غير بلاصه 13 ديري ليها 11 11 ولا 12 12 ولا 10 10 على حسب السن، لانه حتى دابا كنهضر على بنيه صغيره وما عطيتش اش من القياس بالضبط، يعني راه كاين اختلاف في القياس ديال الاعمار. نتمنى هنا ما كنتش واضح في التجنيحه ولكن تيبان لي راه باينه، يعني راه ديجا درتوها. نعاود دابا من خط الكتف كنحسب المسافه اللي عندي، مثلا لقيت هنا 136 كنتبعها في هذا الخط هذا بشكل دائري بالسنتيم، فين ما عطاتني 136 كنقوسها، هذا الشيء كيتقطع، يعني كنتبعها بشكل دائري فين ما جات كتقطع. الجلايل يعني كيبقاو حسب الاختيار، 38 هي لاباز ديالنا في الجلابه ولا 40، بالنسبه لهذا الكاب هذا يعني جلابه كاب نردوها 50 اولا 56 تكفيني، ممكن دير 60 ملي كنولي كنخدم كاب سلهام، ممكن نخدم 60 75 كاع الا كانت عندي وكان التوب يستحمل هذاك العرض ديال الايفازمون. النصيحه اللي غادي نقول وهي باش طيح لك هذيك الجلابه وطيح مزيانه هي الخدمه اللي كنقول انا، خدمي هذا الباترون وجديه في بابي ديالك وغادي نديروا ليه التطبيق على مصغر باش نوريك كي تخدمي، يعني خصو يتخدم اون بي باش يعطيك فورمه مزيانه. دونك هنا درنا الباترون مصغر، يعني تنتمنى يكون هنايا هكذا نقد التصوير. الوغ صوبنا الباترون مصغر صوبته هو وغادي نحط هذا تمثيل ديال التوب، يعني فاش نبغي نخدم خدمه عاديه شريتي 2 متر ولا 2 متر ونص وبغيتي تخدميه 2 ونص وبغيتي تخدميه على التنكيس، يعني هاك التوب ديالك غادي تحطيه وغادي تخدميه بهذا الشكل، يعني كتراسي وغادي تصاف وراه واحد لابارتي هنايا راه غادي تخرج تعطيك القبه هنا ولا هنا الا نزلتي ولا الا طلعتي، هذا اقتصاد. النصيحه اللي غنعطيها هي حاولي تشري 3 متر تاع التوب باش ما تمشيش في الاتجاه معاكس ديال التوب، شريتي 3 متر كطويها على 2 دونك هذه متر ونص فهذه متر ونص كنطويها على 2 كتولي عندي متر و50 على متر و50 كنطويها مثلثيه. اللي بغات الكاب ديالها يطلع لها مزيان تخدموا بهذه الطريقه راه كيطلع مخير ومزيان كيطلع ما فيهش مشاكل ديال الكتف. نحط دابا الباترون ديالي بالشكل اللي كيبان لكم دروك هنايا، دونك هذا هو الباترون نحطو اون بي وكنقطع هنا، راه غيخلي لك واحد الطرف ديال القب اولا من هنا، ولكن من الافضل من الجهه اللي كتكون في الاتجاه ديال التوب باش ما يجيش القب اون بي. ملي كتقطعيه يعني قطعتي دابا الباترون ديال جلابتك حتى الشكل ديالي الا درتي فيه 50 اولا 56 كيعطيك داك المواج كيعطيهم تمايا. الفتحه هي قلنا كتفتح وهاد الفتحه غادي نعطيكم فيها ونقول لكم لي السياج هو اللي غيضبطها، الاي سياج هو اللي غيضبطها هو اللي غيعطيكم الحل ديالها، لان كل ودراعها كل وحركاتها كل وحتى التوب تيلعب فيها بعض المرات دور.
امام والخلف ها هما كننزل واحد كنردو هو الامام ونشق الفتحه اللي بغيت تيظهر لي دابا ما بقى لنا غير نصوبوا ليها القب ديالها والافتتاحات ديالنا يعني غنسوق الى بغيتيها كامله. كاين هذيك المساله اخرى كتشقي غير افتتاحه صغيره من تدخلي راسك يعني واحد 8 حتى 10 سنتيم وكتخدمي انت السفيفه على هذه المسائل كلها وعقيده تحطهم غير ديكور من الفوق. هادشي الا بغيتي خدمه خفيفه ظريفه ولا الا بغيتي ديريها غير في شي حاجه اللي كتكون هي خفيفه ظريفه. دونك خدمنا دابا بالنسبه للكبار. بالنسبه للبنيات الصغارات نفس القاعده اللي قلناها والا خدمتيها لبنيه صغيره اون بي يكون افضل حتى هي يعني حتى هي غادي نشد غير الثوب هكذا. غير هو نصيحه نصيحه يكون عندي باترون ديال الكاب يكون عندي الا ما كانش يكون عندي على الاقل تكون عندي باترون ديال جلابه عاديه باش اولا ديال حتى لا في الكبار ولا في الصغار حتى ملي كنطوي الثوب ديالي بحال ما هكذا كنحط غادي نوريكم بحال كان عندي غير باترون عادي نحطو ديريكت ونخدم على الثوب. يعني هذه هي جلابتي عاديه بالنسبه نقولوا بنيه صغيره. انا ما كنخدمش بالمقاسات دابا ولكن كنحاول نوضح. حطيت ليها جليليبتها ها هي كنحطها وهنا كندير هذيك التعديلات مثلا بغينا نزيدوها هنا 5 سنتيم ولا 6 بالنسبه للبنيه الصغيره. جليل قررنا نديروا لها 44 ولا 46 هنا قلنا 5 ولا 6. الكتيفات ديالها هما العنق كنجي حتى الكتف كنقوس هذه بواحد الشكل اللي ما يبينش ديفورماسيون. كنعاود ندير التجنيحه كنحسب من الكتف حتى لهنا شحال عندي ونعاود نحسب نفس المسافه على هذا الدور راه غتلقاوها شويه كبيره تخدم فقط لا غير يعني نفس الخدمه للبنيه الصغيره. دونك هذا بالنسبه للجلابه كاب. نشوفوا مساله اخرى يعني غادي نحاول ندير شي حاجه للبنيات الصغارات في هذه السلسله هذه. تهلاو ليا في بنياتكم ولبسوا ريوسكم ولبسوا بنيوتاتكم الله يسخر الامور ورمضان كريم.